عاملين ايه النهاردة؟ هنلعب ماينكرافت بس بشكل مختلف جدا جدا عن اللي فاتت. بس بصوا ايه رأيك في القرية؟ انا عملتها بس تعبت فيها جدا. فالنهاردة بص انا عملت ايه، غمض عينيكوا. بصوا عامل لي بتاع كده من هنا ولهنا عشان ايه، وعملت عمارة ايه. بصوا ده انتوا هتتجنوا، هتقول ايه يا عم ده؟ ايه يا بدوش؟ ايه ده؟ استنى، ادي واحد، عدينا فوق اهو، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وادي اربعة. انت مجنون، انت مجنون. ادي اربعة وادي خمسة، خمسة اهو. بص ايه رأيك في العمارة دي؟ بصوا كمان، بص المكان ده، تطلع فوق بص تتفرج على المكان. بس انا انجزت بالعافية بجد. يلا هنعمل النهاردة حاجات جديدة. طبعا طبعا بندوس على الشاكوش ده والشعرك منكوش. بس ايه، وبعد كده ايه، انا فكرت فكرة جامدة جامدة جدا. مش عارفين، عارفين المكان ده؟ المكان ده هعمل فيه قرية جديدة هنا. والله هعمل قرية جديدة عشان بجد انا نفسي في قرية تانية. عشان كده عملت قرية تانية، قلت لازم نعمل قرية تانية عشان الابطال. ان انا بح... مش عشان انا بقى بقرا تعليقاتكم، حسيت بنتي مش كتير قوي يعني، في حاجات ما بعرفهاش وفي حاجات عرفتها. انتوا قلتولي انت ممكن ايه تجمع، انتوا قلتولي خلي بالك على الجواهر متضيعهمش، فانا مش هضيعهم. خلاص هسمع كلامكم، ماشي هسمع كلامكم ومش هضيع. عرفتي اقول لكم ليه انا بضيعها؟ عايز انجز وقت. انجز ايه وقت؟ ايه ده؟ وايه اللي موقفكوا هنا؟ الله خوفتني البيت يا نوت. استنى بس نعمل تخلف البيت. طيب بص بقى، بص انا هعمل فيه ايه. استنى جامب 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 جامب. يلا انا شعرها بقى ما كانيش، بس ايه مش دلوقتي. الله يلا، بس النهارده هنعمل لكم حاجه ايه تحفه والله. هنجزها ايه، بس هنجزها واخليها تبقى سريعه. بص انت ممكن، بص انت لو عايزها اهو كده كويس. يلا يلا بينا. بص انت ايه، ممكن تعرف، انت ممكن تبني كمان من فوق يا حلاوتك يا جمالك. يلا 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 بقى هنمدي بقى ايه المرة الجاية. عارفين هنعمل ايه؟ ده انتوا هتتفزعوا ده انتوا هتتجننوا. لا هتتجننوا من المفاجأة، خايفة. يلا يلا بقى يلا. بص يا تمام. خلاص قربنا نخلص البلكونة. بلكانة مكرونة. بكالونا مكروشة. بص معايا والله انا عايزة انجز شوية. عملت البيت، ايه رأيكم؟ تعمل لسه عملت حاجة اهو. خلاص بص اهو البيت. ايه انا وقعت ليه؟ عشان البلوكية دي لسه بقى ما توقعنيش. ايه ده؟ وانت لسه يعني، انت كمان لسه مفتوحه، وانت كمان لسه مفتوحه. اقفل ده. في هديه، عايزين ناخد الهديه عشان مهمه. بصوا انتوا لما تدوس كده بس، بصوا تجيبوا جواهر. لا احنا مش دلوقتي العماره، دلوقتي ان احنا عايزين ندور. احنا قاعدين بندور، عايزين نستكشف. بس بالليل بنشوف هدايا، الصبح بنشوف هدايا بالعقل. بس مش
بالامر السهل، بالامر ايه الصعب، لكن بالليل بالامر ايه سهل. بالليل لا، المشكلة ان فيها حاجة وحشة. ماشي يلا، لو عجب الفيديو بقى ما تنساش تعمل شارك، تشترك معانا في القناة، بس هتوصله 20 مليون مليون ألف مليون لايك. ماشي يلا.